وينضم إلينا من القدس المحتلة فراس ياغي، الباحث في الشؤون الفلسطينية والإسرائيلية. سيد فراس، يعني كل هذه الملاحظات، كل هذا الرصد لما ترتكبه إسرائيل، بالإضافة إلى عملية الإبادة الجماعية بكل أشكالها، هناك أيضا رصد دقيق متخصص من منظمات متخصصة باستخدام الفسفور في هذه الحرب بتدمير مصادر المياه، وبالتالي إضافة إلى التجويع هناك أيضا تعطيش. يعني كل هذه الملاحظات، لماذا لا يكون لها صدى في الضغط على إسرائيل؟ صباح الخير وتحياتي لك لك صباح الخير. وللمشاهدين. أعتقد المسألة مرتبطة في الموقف الأمريكي، الموقف الأمريكي الذي يدعم إسرائيل والموقف الأمريكي الذي يغطي على إسرائيل، يمنع المنظمات الدولية من أن تتخذ قرارات حقيقية تجاه ما تقوم بها إسرائيل من اختراق لكل القانون الدولي والإنساني. هناك أيضا حديث عن يورانيوم مستخدم في القنابل في الضاحية الجنوبية في داخل بيروت، بما معنى إسرائيل تجاوزت كل الحدود فيما يتعلق بالقانون الدولي والإنساني. بوريل تحدث عن ذلك وقال علينا إما أن نقف مع القانون الدولي وإما أن نقف مع إسرائيل، ولكن ما هي الإجراءات التي يمكن أن يتم اتخاذها ضد إسرائيل ما دامت هناك فيتو أمريكي وما دام الأمريكي يرفض بشكل كامل اتخاذ أي إجراءات ضد إسرائيل؟ هناك 40 دولة تدعم إسرائيل على رأسها الولايات المتحدة. صحيح أن بريطانيا أوقفت جزئيا توريد السلاح لإسرائيل، فرنسا تطالب بعدم إرسال السلاح لإسرائيل وأوقفته، هولندا أيضا جزئيا، ولكن هذا لا يكفي وحده، يجب أن يتم تطبيق القانون والنظام الدولي على الإسرائيلي بحيث يمنع من كل ما يقوم به. ولكن في حقيقة الأمر، بالأمس تحدث نتنياهو في اجتماع ذكرى الحداد لمجلس الوزراء وقال نحن في معركة منذ 7 من تشرين والمعركة مستمرة وهذه معركة وجودية، وأقترح تغييرها إلى حرب القيامة أو الانبعاث، بما معنى أنهم يأتون برموز توراتية، وعندما يأتي برمز توراتي فبالتأكيد الحرب ستكون بالطريقة التوراتية، ومن يقرأ التوراة يعرف بمفهوم الدمار والخراب التوراتي، وما يحدث في داخل قطاع غزة وفي لبنان هي وصفات حقيقية من الخراب التوراتي في داخل هذه المنطقة، لأن التوراة تدعو في نصوصها إلى تدمير الحجر والبشر والشجر وقتل الحيوانات وقتل الأطفال والنساء بشكل كامل، لأن الرب سيغضب على من لا يقوم بذلك. لذلك نرى كل هذا الإجرام وهذه الإبادة التي تحدث في داخل قطاع غزة وأيضا تحدث في الجنوب اللبناني. لذلك دون أن يكون هناك موقف من المجتمع الدولي يلتزم بما وضعه الغرب، بما وضعته أمريكا وأوروبا من قوانين، فلن تستفيق إسرائيل مما تقوم به، والذي أيضا مستقبلا سينعكس كما قال أهود أولمرت على الداخل الإسرائيلي، فما يقوم به المستوطنين في الضفة الغربية. إذن يعني هذه قناعة أيديولوجية سيد فراس، هل الشارع الإسرائيلي مقتنع بذلك؟ هل مقتنع أيضا بتصريحات نتنياهو بأن 7 من أكتوبر فرض على إسرائيل معركة وجودية؟ يعني مشكلة حقيقية عندما النقاش عن الوضع في الشارع الإسرائيلي، والكثير من المحللين في الداخل في المختصين بالشأن الإسرائيلي يتحدثون عن مفهوم الانزياح نحو اليمين. هناك انزياح نحو الدين أكثر ما هو انزياح نحو اليمين، وهذا حدث أصلا قبل 7 من تشرين أكتوبر، ورأينا في الانتخابات عندما أتى نتنياهو وأحزابه الميسيانية إلى الحكومة، وبالتالي أصبح لدينا أحزاب ميسيانية وحريدية ونتنياهو. إذا نحن نتحدث عن دولة أقرب إلى الدين وإلى المفهوم التوراتي من دولة إسرائيل السابقة، وتوماس فريدمان تحدث عن ذلك وقال باي باي إسرائيل، هذه إسرائيل الجديدة وليست إسرائيل التي كنا نعرفها، إسرائيل الديمقراطية الليبرالية. لذلك العقلية السائدة في داخل هذه الحكومة هي عقلية في كل حديثة تأتي برموز توراتية، دائما في خطابات نتنياهو يأتي بذلك، سموتريتش، الحاخامات، بنغفير، كلهم يتحدثون ضمن هذا السياق وضمن هذا المجال. فنتنياهو يبحث عن النصر المطلق بتحقيق في سجله في التاريخ بأنه استطاع أن يؤمن من جديد
دولة إسرائيل قرنا من الزمان، وذلك يسجل على نفسه أنه خليفة الملك داود، وأنه أقام إسرائيل الجديدة تحت مفهوم حرب الانبعاث، وإسرائيل البنغورونية التي هدمت في 7 من تشرين أكتوبر. الآن هناك ميلاد جديد لإسرائيل، وهناك الوزراء المسيانيين الذين يريدون مملكة إسرائيل الجديدة والكبرى بدعم حتى من الحريدين من أجل إقامة الهيكل وبناء الهيكل الثالث ليأتي المشيح والمخلص، وهم مدعومين من الإنجيليين الصهيونيين في داخل الولايات المتحدة الأمريكية، ومدعومين من الكونغرس ومجلس النواب، لذلك يمارسون كل هذه الوحشية وهذه الإبادة دون أن يكون حسيب أو رقيب بالنسبة عليهم، لا من المجتمع الدولي ولا من غير المجتمع الدولي. لذلك نرى بأن إمكانية الخلاص من كل ذلك مرتبطة بالتغيير في الداخل الإسرائيلي، وهذا غير ممكن، مرتبطة بأن يكون هناك ضغط أمريكي حقيقي على إسرائيل، وهذا غير وارد قبل الانتخابات الأمريكية، ومرتبطة بمسألة أن تهزم إسرائيل في الجبهات وتصرخ وتطالب بالذهاب إلى صفقات. لذلك نحن أمام خراب مستمر في المنطقة حتى يحدث تغير دراماتيكي داخلي أو دولي أو على صعيد الجبهات. تكبد إسرائيل للعديد من الخسائر، الرشق، قيام أيضا كتاب القسام برشقات في داخل إسرائيل، والحديث أيضا عن استهداف وحدة الاستخبارات. هل كل هذه الأمور تدعو إسرائيل إلى التصعيد أكثر أم محاولة لملمة الأوضاع؟ يعني شوفي، في هناك فرق ما بين أحيانا تفكير القيادة العسكرية والأمنية وبين القيادة السياسية. القيادة السياسية والمستوى السياسي وعلى رأسه نتنياهو يثبت يوما بعد يوم أنه لا يريد بالمطلق وقف للحرب، وقبل يومين دعا لاجتماع أسماه مشاورات أمنية في الكرية دون أن يحضر لا وزير الدفاع ولا هيئة الأركان. الكل يستغرب كيف هي مشاورات أمنية وكل من يحضر في الاجتماع هم وزراء سياسيين، سموتريتش وبن غفير وميري ريجيف ونتنياهو ودريمر. لأن في ذهنية نتنياهو أن المستوى السياسي صاحب القرار، وأن الجيش والأمن أداة تنفيذية وعليهم التنفيذ. انتهى عصر أن يقدم الجيش والأمن تقديرات وتلتزم بها الحكومة، وبالتالي ضمن سياق الاتهامات في الداخل الإسرائيلي من هو المسؤول عما حدث في 7 من تشرين، يريدون أن يضعوا كل ذلك في سلة قيادة الجيش وقيادة الأمن. قيادة الجيش والأمن تريد الذهاب إلى ترتيبات أمنية وتسويات، لا تريد احتلال قطاع غزة، لأن هي غير قادرة على الاستمرار في الاحتلال، هي بحاجة إلى 5 فرق جديدة لكي تكون قادرة على احتلال طويل لداخل قطاع غزة. لذلك كانت تضغط باتجاه الذهاب إلى صفقة لتبادل الأسرى ولم تنجح في هذا الضغط، فدخلت الآن في معركة في جبهة الشمال، وهذه المعركة تحت عنوان أنه ممكن إضعاف حزب الله وممكن فصل غزة عن لبنان، وبالتالي يمكن الضغط على حماس في داخل غزة للذهاب إلى صفقات. الأمور توسعت، هذا ما كان يريده نتنياهو وهذا ما يضغط نتنياهو باتجاهه. لكن لماذا يتحملون الكلفة؟ لأنه في الانتفاضة الثانية أيضا نفس الشيء، عندما شعروا بأن المسائل الوجودية وأنه لا فرق بين مستوطنة في الضفة الغربية ومدينة تل أبيب، عندما بدأت العمليات الانتحارية في داخل تل أبيب والمدن الإسرائيلية، اعتبروا ذلك بأن هذا حرب وجودية، لذلك تحملوا خسائر كبيرة. عدد القتلى في الانتفاضة الثانية أكثر من القتلى الآن، والخسائر الاقتصادية أكبر بكثير مما هي عليه الآن. لذلك الشارع مستعد أن يتحمل الكلفة والثمن، ولكن السؤال إلى أي زمن، إلى المدة الزمنية، يعني بمعنى هو حتى الآن مستعد لتحمل ذلك، بل هل هو مستعد لتحمل ذلك لمدة سنة أخرى؟ أعتقد بأن إسرائيل عندما تقوم بهذه الوحشية في لبنان وفي داخل غزة هي في محاولة منها لتقصير الحرب، لأنها لا تريد الذهاب إلى حرب استنزاف طويلة، تريد أن تفرض شروطها على الجبهات المتعددة عبر مفهوم القوة ومزيد من القوة، ووفق المفهوم التوراتي إخضاع الآخر بالقوة، وهذا لا يمكن أن يحدث، ويبدو أنهم يخطئون. فدون الذهاب إلى تسويات سياسية لن يكون هناك صفقات، وستدخل إسرائيل في حرب استنزاف طويلة هي تخشاها والجيش يخشاها. لذلك يرون، والكثير حتى جيورا آيلاند
الذي وضع خطة الجنرالات والذي بترحيل سكان شمال قطاع غزة للضغط على السنوري، الآن يقترح بأن تقترح إسرائيل الانسحاب من غزة مقابل الإفراج عن الأسرى والمحتجزين، وتقترح الذهاب إلى تسويات فيما يتعلق بغزة، بأن عفوا، ويقترح مسألة نزع سلاح حماس مقابل إعمار غزة. هذا لا يريد نتنياهو، يعني نحن نتحدث عن رجل ربط نفسه وحكومته وائتلافه في هذه الحرب، وبالتالي الذهاب إلى أي صفقة هذا ستؤثر عليه داخليا، بما معنى أنه سيسقط ولن يعود إلى الحكومة الإسرائيلية أو رئاسة الوزراء، لأنه رغم كل الإنجازات التي أنجزها إلا أنه يتلقى درجات في مستوى متدني من الداخل الإسرائيلي، هو وبن غفير ولابيد في آخر الاستطلاعات، أيضا حتى في أن الليكود رمم وضعه ويحصل على 25 مقعد، لكن بمفهوم التكتلات هو لا يصل إلى 50 مقعد أو 51 مقعد، وبالتالي هذه الحكومة الميسيانية الحريدية اليمينية الصهيونية المتطرفة تفقد إمكانية العودة للحكم، لذلك هو لا يريد الذهاب بالمطلق حتى الآن في هذه المرحلة، ويبحث عن نصره المطلق بضرب إيران والمنشآت النووية الاستراتيجية وتغيير معالم غرب آسيا تحت مفهوم النفوذ الإسرائيلي في المنطقة الشامل والسيطرة الغير مباشرة الأمنية على الجنوب اللبناني وعلى قطاع غزة وضم الضفة الغربية إلى إسرائيل. هذا ما يعتقده نتنياهو، وهذا ما يسميه حرب القيامة والانبعاث لدولة إسرائيل الجديدة، حرب الانبعاث، إسرائيل التي يريدها نتنياهو والتي يعمل على تحقيقها، ولكن يبدو أنه يعمل على خرابها وليس على تحقيقها. على صعيد المجتمع الدولي، في المقام الأول الولايات المتحدة الأمريكية، تصريحات هاريس جاءت كالمعتاد، يعني تحمل بعض التناقض، حينما تتحدث عن أعداد كبيرة من المدنيين قتلوا في غزة، لكنها تتحدث أيضا عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وبالطريقة التي تراها مناسبة. صحيح، هو المجتمع الدولي المشكلة في المعايير المزدوجة، يعني الأوروبيين لاحظي ماذا فعلوا في حرب أوكرانيا وفي الروسية الأوكرانية، وماذا يفعلون الآن؟ لا شيء، رغم أن كل المسائل التي تتشابه وفقا لمفهوم القانون الدولي، لكن في الداخل الأمريكي، وأمريكا مختلف كليا عن بقية الدول، هناك إسرائيل موجودة في السياسة الداخلية الأمريكية، وضمن مفهوم السياسة الداخلية الأمريكية هناك سيطرة للوبي الأيباك على الكونغرس الأمريكي ومجلس النواب الأمريكي، وبذلك هناك قيود كبيرة على المرشحين في داخل الولايات المتحدة الأمريكية. ومن هذا المنطلق هناك خلاف ما بين موقف هاريس وموقف ترامب، يعني هاريس تتحدث عن حق الدفاع عن إسرائيل، حق إسرائيل الدفاع عن نفسها، وتتحدث عن المدنيين الفلسطينيين. ترامب يتحدث عن توسيع إسرائيل، ويتحدث عن دعم مباشر لإسرائيل، ويتحدث عن أنها يجب أن تهزم أعدائها إسرائيل. لذلك يعني هناك فرق ما بين الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي في مسألة التعامل مع الموضوع في منطقة الشرق الأوسط، لكن المصالح الأمريكية مرتبطة بوجود ذراع قوي لها في داخل المنطقة، وهذا الذراع هي إسرائيل، لذلك إسرائيل يجب أن تبقى دائما قوية، ويجب أن تكون يدها غليظة، ويجب أن يكون بين يديها أحدث أنواع الأسلحة والتكنولوجيا لكي ترعب المنطقة وتبقي وتحافظ على كل المصالح الأمريكية، لأن انسحاب المذل لأمريكا من أفغانستان أحدث نوعا من التغيير، بعضا من الدول ذهبت بعلاقات مع الصين المنافس لأمريكا، وهذا ما لا تريده الولايات المتحدة الأمريكية. هناك إيران التي تتحالف مع روسيا عسكريا واقتصاديا، وهذا أيضا يضعف النفوذ الأمريكي في المنطقة، ليأتي 7 من تشرين ويضرب اليد الغليظة في داخل المنطقة ويذلها ويزلزلها، فأمريكا لا يمكن أن تتخلى عن إسرائيل، ومستعدة أن تأتي وأتت للدفاع عنها والمشاركة في حربها، وليس فقط تزويدها بداخل السلاح إذا ما شعرت بأن دولة إسرائيل تتعرض إلى خطر وجودي، لأن إسرائيل هي صناعة الإنجلو ساكسون،
وصناعة الإنجلو ساكسون، يعني صناعة ليس من تحت مفهوم الحفاظ على المصالح، وإنما صناعة في التربية. فهذا الإنجلو ساكسون هو الذي أباد الهنود الحمر في كندا وفي الولايات المتحدة وفي أستراليا، وبالتالي ما تقوم به إسرائيل هو يعني تعلمته على أيديهم لمعلمين تعونها في أمريكا وفي بريطانيا. لذلك أعتقد بأن المواقف الأمريكية هي مواقف انتخابية أكثر من كونها مواقف حاسمة. لذلك ننتظر من سيكون في البيت الأبيض، والأمور ذاهبة باتجاه حتى 20 يناير وليس ما قبل 20 يناير. بعد ذلك سنرى إذا كان لدى الولايات المتحدة خطة للمنطقة ككل. إذا كان هناك خطة وتسويات فيمكن الحديث عن الذهاب إلى التسويات، ولكن في ظل حكومة كحكومة نتنياهو وسموتريتش وبن غفير مستحيل التسويات، لا يمكن أن تحدث تسويات. كانت كل التقديرات سيد فراس تشير إلى أنه نتنياهو يحاول المماطلة وإطالة أمد الحرب حتى يضمن وجود ترامب في الولايات المتحدة. هل ما زالت هذه المعادلة موجودة في عقلية نتنياهو؟ نعم، هو يريد أن يجر الولايات المتحدة إلى الحرب لكي تكون ضربة للحملة الانتخابية لهاريس، لأن معنى دخول أمريكا إلى معركة لا يريدها الشعب الأمريكي سيؤدي إلى فقدان هاريس للعديد من الأصوات، خاصة العربية والإسلامية وفي الولايات المتأرجحة. لذلك يعمل نتنياهو في هذا الموضوع، فيأتي مايكل كويريلا اللي هو القائد القيادة المركزية في السنتكوم الأسطول الخامس والمسؤول على المنطقة ككل، في محاولة لتهذيب الرد وليس لمنع الرد، وخوفا من الذهاب إلى استفزاز إيران مما يؤدي إلى رد ساحق إيراني على إسرائيل، يؤدي ذلك إلى تدخل الولايات المتحدة في المعركة في داخل المنطقة. لذلك لاحظي طبيعة التصريحات، في البداية ضربة شديدة غير مسبوقة ستوجه إلى إيران، ثم بدأ الحديث عن أن عدم توجيه الضربة للمنشآت النووية والاستراتيجية في داخل إيران لعدم قدرة إسرائيل ولأن هناك مخاطر. إيران تستطيع ضرب أيضا القواعد النووية والاستراتيجية لإسرائيل في داخل إسرائيل، وإذا ما ضربت مفاعل ديمونا أو القواعد الموجودة في الأغوار لإسرائيل فهذا يعني أن إسرائيل كلها ستتعرض إلى إشعاعات بعكس إيران. أيضا الحديث عن مسائل النفط وتجنب ضرب مصافي النفط لأن ذلك أيضا سيؤثر على أوروبا ويؤثر على الولايات المتحدة وعلى أسعار النفط، وقد يجر المنطقة إلى مشكلة جديدة، لأنه يعني إيران لن تسمح بأن تضرب منشآتها النفطية ولا تقوم برد بهذا الاتجاه، فقد يغلق مضيق هرمز والمضايق، وبالتالي تحدث إشكالية على مستوى العالم ككل. الآن يتحدثون عن ضرب قواعد عسكرية ومقار سيادية ومقار استخبارية في داخل إيران. لذلك مسألة الرد طالت نتيجة للنقاشات اللي كانت تجري بين الولايات المتحدة وما بين إسرائيل، وضمن هذا المفهوم نرى التخوف الأمريكي مما يخطط له نتنياهو، ولكن هذا ليس ضمانة، لأن مسألة الرد على إيران، وإذا ما قامت إيران بالرد على إسرائيل سوف ترد إسرائيل وتجر المنطقة من جديد. ليس بالضرورة في هذه الضربة تؤدي إلى التوريط الأمريكي، ولكن كل هذه المسائل سوف تحدث قبل الانتخابات، يعني قبل 30 من الشهر القادم. طيب سيد فراس، أيضا التلاسن والمحادثة التي كشفت عنها المصادر الإسرائيلية ما بين كاتس ونظيره الفرنسي، والتي يمكن وصفها بأنها كانت مكالمة التهديدات، كيف يمكن أن تنعكس على الموقف الفرنسي تجاه ما يحدث؟ يعني أولا الفرنسي مستفز بشكل كبير نتيجة لهذه العنجهية الإسرائيلية، خاصة فيما يتعلق بلبنان. كان هناك اتفاق أمريكي فرنسي لبناني على الذهاب إلى هدنة إلى 21 يوم، ووافق عليها الشهيد نصر الله، وإذا بإسرائيل تقوم باغتياله، فبالتالي هي إسرائيل تلاعبت بالفرنسيين كما كانت تتلاعب بالأمريكان سابقا، وقامت بعملية الاغتيال والطائرات في الجو، أبلغت الولايات المتحدة الأمريكية. لذا ترى فرنسا بأن يجب وضع حد لما تقوم به إسرائيل، ولا تسمح فرنسا لإسرائيل بتدمير لبنان. هذا يؤثر
على الأمن القومي الفرنسي، لأنها تعتبر بأن لبنان جزءا من أمنها القومي، فهي دولة فرنكونية كما تعتقد نعم فرنسا. لذلك الملاسنة ما بين الطرفين هذه مسألة واضحة، خاصة بعد ما طلب ماكرون وقف تزويد السلاح وتوريده إلى إسرائيل، وهذا بالنسبة لإسرائيل مسألة غير مسبوقة أن يتجرأ رئيس دولة خاصة غربية بهذا الاتجاه، باعتبارهم يعتبرون أنفسهم أنهم المدافعون وحامي مصالح الغرب في داخل المنطقة، ولكن كما يبدو أصبحوا هم الأساس الذي نعم يضر مصالح الغربية في المنطقة. سيد فراس ياغي الباحث في الشؤون الفلسطينية والإسرائيلية، شكرا جزيلا لك.